عليهم أن فهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم يشعر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما لقد هب القول على ستة فأغشينا كل بسرور وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما كنا نحن نحيي القوتى وأنتم قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه قرية نجاها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما مؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم مبين قالوا إنا لا إله إلا الله